جيران جئت بعد. أردت التواصل بكل جديد فما عليك سوى الذهاب إلى قناتنا والضغط على زر الاشتراك وتفعيل خاصية الجرس، ذلك فقط لتواصل بكل جديدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إخواني أخواتي في قناة مفتك. واليوم في شرح حصري على في اليوتيوب العربي، وهو أنك تزيد الاشتراكات والمشاهدات في قناتك على يوتيوب. أقول زيادة الاشتراكات والمشاهدات، كما أقول أنها مجربة وأنها يعني نجحت معي، يعني لو لم تنجح معي لن أقوم بشرح هذا الفيديو. فكملاحظة هذا آخر فيديو في هذا 3 أشهر أو 4، لا أعرف، لكي أكمل فقط الاختبارات. المهم هذا لا يهمنا، سندخل في الشرح. هذا الشرح هو زيادة الاشتراكات والمشاهدات بشكل رهيب. يعني هذا ليس مثلا أدخل موقع وباشتراك في قناتي وتقوم بالاشتراكات، يعني تبادل الاشتراكات، أو لا، ليس من هذا القبيل. هذا تنشر قناتك في العديد من الأشياء، يعني كما ترون. تابعوا معي هذا الشرح بعد هذا الفاصل ثم نعود إليكم بعد هذا. عدنا لكم إخواني، كملاحظة قبل الفيديو، هذه قناتي تختص فقط الرياضة، ها هي، ووضعت مع هذه الطريقة وهي في على ما أظن مشاهدات رهيبة، 117,000 مشاهدة كما ترون. هذا هو الفيديو التي وضعت عليه الطريقة، هذا الفيديو 2687 وهذا 114,435. نقوم بالبدء والشروع في هذا الفيديو. أولا ستدخل على هذا الرابط، سأضع لك رابطه أسفل الفيديو، يعني سأريك كيف تقوم، لأنه العديد لا يعرفون كيف يقومون بتخطي الإعلان. هنا عندما تدخل هذا الرابط ستنبثق لك هذه الصفحة وتضغط على I am not a robot كما ترى. تقوم بتحديث الصفحة وتنتظر لمدة 10 ثواني. ننتظر ثم نضغط على get link، يعني الذهاب إلى الرابط، وينبثق لك هذا الموقع. مثلا أنت، نفترض أن أنت أن هذه هي قناتك، وهذا مثلا هذا فيديو خاص بك أنت قمت بنشره على يوتيوب كما ترون. أنت قمت بنشره على يوتيوب، هنا تجد الكلمات المفتاحية كما ترون. هنا يعني العنوان، وهنا الوصف، وهنا الكلمات المفتاحية. هذه الكلمات الدلالية يعني هي الشفرات كيف يعني، هي مثلا هي قاعدة مثلا أي شخص يكتب بيان سبورت 7 HD أو بيان سبورت 7 أو مثلا أي كلمة من هذه الكلمات المفتاحية سيأتي فيديو الخاص بي في يتصدر قائمة الفيديوهات الأولى في يوتيوب. لذا أنت مثلا أنت وضعت موضوع حول انترنت مجانيا، انترنت مجانا، تضغط اوكي وستظهر لك هذه الكلمات في هذا الموقع كما ترى. يعني الكلمة الدلالية يعني يرجى وضع من 5 إلى 15، يعني لا أقل من 5 ولا أكثر من 15. لو تضع أكثر من 15 لن يتم نشر الفيديوهات. إذا ستختار 15 واحدة من هذه، تختار 15 واحدة من هذه وتضغط هنا على كوبي، وثم تقوم بلصقها هنا، تضغط هنا وتقوم بلصقها كما ترون، وتضغط على حفظ الفيديو. جميل، هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية، هذا هو الفيديو الخاص بك، يعني تم نشره وكل شيء تم نشره. الآن سأضع لك رابط تحميل هذه الروابط أسفل الفيديو، يعني على ما أظن 10 روابط أو أكثر، سأضع لك رابطها أسفل الفيديو، ويعني ستأتيك على شكل فيشي ويرار، تقوم بإكزاكسير يعني ضغط الملفات وتنبثق لك هذه الروابط. ستذهب إلى هذه الروابط واحدة بواحدة تلو الأخرى، مثلا هذا الرابط الأول، تضع كوبي ثم كولي هنا وتقوم بنسخ
هنا تقوم بنسخ رابط فيديو الخاص بك الذي نشرته أنت. كوبي وتضع اليور الخاص بك و je ne suis pas un robot و envoyer le demande. كما ترون نجح وتذهب إلى الموقع الثاني هكذا وتضع أوكي. كما ترون هذا الموقع غير شغال. نذهب إلى الموقع هذا كما ترون. تضع تنسخ رابط الفيديو. تضغط على Enter و Keyboard. هذه الكلمات هنا بهذا الفراغ. عفوا هنا سنقوم هكذا. تقوم بنسخ. هنا تضع رابط الفيديو الخاص بك. هنا هذه إعلانات فقط. وهنا الكيبورد التي قمت بوضعها مثلا. هنا من الأحسن تنسخها كلها. تضغط هنا على Copy All وتنسخها كلها ثم تضغط على Start Penguin. هنا أوكي سيتم بي. هنا كما ترون تتركها حتى تنتهي من 15 دقيقة إلى 20 دقيقة سينتهي. هنا كما ترون وتقوم بنفس الطريقة مع كل هذه الروابط كل هذه المواقع. ويعني ليس يوم أو يومين تقوم بزيادة الاشتراكات والمشاهدات أخي. لا يأتي أحد لي في التعليقات ويقول لي لم تجد معي. يعني شهرين ثلاثة يعني حسب وقتك وحسب مجهوداتك في الفيديوهات حسب مجهوداتك أقول. المهم أرجو أن يكون قد أعجبكم الفيديو ولا تنسوا دعمنا باشتراك ولايك للفيديو ومشاركة هذا الفيديو هذا يعني لتدعمونا فقط. والسلام عليكم ورحمة الله.